السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ولا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى على أصحابته الكرام البيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد إخوتي الكرام مع كتاب التفسير من صحيح البخاري. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضى عنا وعن شيخنا وعن والديه والحاضرين والمسلمين. أمين. البخاري رحمه الله تعالى عليه ونفعنا بعلومه وعلوم الصالحين. قال في صحيحه في كتاب التفسير: قال باب خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين. قال العرف المعروف. قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا ابو اليمان حكى بن نافع من ثقات الاثبات. قال اخبرنا شعيب شعيب بن ابي حمزه من ثقات الاثبات عن الزهري أمير المؤمنين في الحديث أنه قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وهو من ثقات الأثبات ومن الفقهاء السبعة. قال كنت أرين ابن عباس فكان يطعمني العلم طعاما. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنه ابن عباس ومن السبعة المكثرين عن النبي الأمين. ابن عباس قال رحمة الله عليهم أن ابن عباس قال قدم عيينة بن حسن بن حبيفة فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس وكان من النفع الذين يدنيهم عمر رضي الله عنه. قال وكان قراء أصحاب مجالس عمر ومشاورته كهوما. نعم. كانوا أو شبهنا. نعم. قال عيينة لابن أخي ماشي قال عيينة لابن أخي يا ابن أخي لك وجه عند هذا الأمير فاستأذني عليه. قال سأستأذنك عليه. قال ابن عباس رضي الله عنهما فاستأذن الحر لعيينة فأذن له عمر فلما دخل عليه قال هي يا ابن الخطاب فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل. فغضب عمر رضي الله عنه حتى هم به فقال الحر رضي الله عنه يا أمير المؤمنين إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإن هذا من الجاهلين. والله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه رضي الله عنه وكان وقفا عند كتاب الله. قال البخاري حدثنا يحيى حدثنا وكيع عن هشام عن أبيه عن عبد الله بن الزبير خذ العفو وأمر بالعرف قال ما أنزل الله إلا في أخلاق الناس. وقال عبد الله بن براد قال حدثنا أبو سامة قال حدثنا هشام عن أبيه عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أنه قال أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأخذ العفو من أخلاق الناس أو كما قال. نعم هنا طيب جزاك الله خير. هنا في قوله خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين يعني خذ المعروف. وقلنا هذا أيضا لتربية قاعدة المعروف عرفا كالمشروط شرطا وأن العرف نافذ ما دام الشرع لا يخالفه ما لم تأتي القرائن التي تبين أنها من الشرع تخالف العرف. هذا هذه بالنسبة للآية وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمره بذلك وهو في مكة وهذه كانت فيها شيء من الاستضعاف. قال خذ العفو أمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وأمر بعد ذلك نعم وأمر بعد ذلك على الصدع بالحق. ثم بعد ذلك انتقل المدينة فأنزل الله جل وعلا أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا إن الله أعلى نصرهم لقدير. يقول وكان القراء أصحاب مجالس عمر ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا. والكان الذي خطه الشيب وفي مؤازرة الإمام أهل الفضل والعلم وقول عينة ابن الخطاب على معنى التهديد له وقول ما تعطينا الجزل لما تجزي لنا من العطايا وأصل الجزل ما عظم من الحظ ثم استعير منه أجزل له في العطاء. واختير في الجدب جزل الحطب لأن اللحم يكون غثا فبض بنضجه. وكان عينا من المؤلفة قلوبهم كان فيه جفاء كجفوة الأعراب. وقيل أنه ارتد عند وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أسلم. قيل جاء به أسيرا إلى الصديق فجعل ولدان أهل المدينة يطعنون في كشحه ويقول له ارتدت فكان يقول ما ارتدت ولم أكن أسلمت. فهنا في الحديث جاء به فقال له الحر ادخل فاستأذن. وهذه فيها أيضا يعني بيان على أن الإنسان إذا أراد له مأرب أن يصل إلى فاضل إما أن يحسن كيف يصل إليه ويدخل إليه وإما أن يحسن اختيار من يدخله عليه. ولأن الإنسان له مفاتيح فلا بد أن يكون الإنسان وقفا عند هذه المفاتيح ولا يتجاسر حتى لا يخسر شيئا ولا أيضا يفقد ما يتمناه ويريده. فاستأذن الحر فأذن له فلما دخل تكلم معه بغلظة وجفاء وقال له يا ابن الخطاب وما قال له يا أمير
المؤمنين، وهذا ليس من الأدب مع الأفاضل. وما قال له يا أبا حفص مثلا؟ فقال ابن الخطاب: فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل. فغضب عمر حتى هم به. وبشر من البشر لما يأتي أحد يسيء الأدب. ولذلك نقول إخوة كثيرة جدا تقول لي وتكلمني في هذا الباب: يعني أنت يستفزونك فتغضب فتشتد. قلت لهم: سبحان ربي العظيم، ما هذا؟ أليس البشر بشر؟ ونحن أصلا ننصر قضية، إذن كل من يعارضنا فيها لا بد أن يأخذ نصيبه. قد قال الإمام الشافعي: من استغضب فلم يغضب فهو حمار، من استغضب فلم يغضب فهو حمار. هنا عمر الخطاب غضب وكاد يقع عليه العذاب، فقال له الحر: يا أمير المؤمنين، إن الله قال: خذ العفو أمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وهذا من الجاهلين. العجيب في هذا الباب ما قاله الحر، قال: ما تخطاها عمر، ما تخطاها. وقفونا عند كتاب الله جل وعلا، وقفونا عند كلام النبي صلى الله عليه وسلم. شوف، انظر إلى مريم ما قالت للملك لجبريل، قالت: وإن إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، يعني إن كنت تقيا فإني أستعيذ بالله فهو يعيذها. ولذلك لما قالت ابنة الجون للنبي صلى الله عليه وسلم قالت: أعوذ بالله منك، قال: استعذت بمعاذ، استعذت بمعاذ. رفع يده وتركها وأعطاها ما أرضاها وسرحها. فما جاوز عمر وكان وقفا عند كتاب الله جل في علاه. وقال ابن الزبير في قوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف، خذ العفو وأمر بالعرف، قال: ما أنزل الله إلا في أخلاق الناس، يعني هذه بأخلاقيات الناس، وأنك لابد أن تعفو. والعفو من أفضل شيم الكرام عند القدرة، العفو من أفضل شيم الكرام عند القدرة. فمن عفا وأصلح فأجروه على الله، فمن عفا وأصلح فأجروه على الله. ولذلك قال ابن مزعوم: أمر الله نبيه أن يأخذ العفو من أخلاق الناس. الزايد يعني في هذا الباب. وفي قوله تعالى: وأعرض عن الجاهلين، أن يؤمر بقتالهم. وقيل: المرض مؤلفة، بذلك المؤلفة قلوبهم. وظهر استشهاد الحر على عمر بالآية. وقيل: منسوخة بآية السيف. وقيل: لا، إنما هي أمر باحتمال من ظلمهم. وهذا الحق، ليست منسوخة. وقلنا كل آية يصح أن تقول أنها تتواجد عند علتها أو يتواجد حكمها عند علتها، لابد أن تقول بذلك ولا تقول بالنسخ، إذ الأصل عدمه، إذ الأصل عدمه. قال مجاهد وذكره الطبري: خذ العفو من أخلاق الناس وأعمالهم من غير تحسس عليهم. وعن ابن عباس وغيره: خذ العفو من أموال المسلمين وهو الفضل، يعني الزكاة لا تكون إلا كذلك. قال ابن جرير: وأمروا بذلك قبل نزول الزكاة، أي صدقة كانت تؤخذ قبل الزكاة ثم نسخت بالزكاة. والعرف المعروف كما ذكره الإمام البخاري. ومنه صلة الرحم وإعطاء من حرم والعفو عن من ظلم. قال الجوزي: العرف والمعروف ما عرفه ما عرف من طاعة الله جل وعلا. وقرأ عيسى بن عمر بالعرف، هما لغتان. وقال الثعلبي: العرف والمعروف العارف كل خاصة حميدة. ومن يفعل الخير لا يعدم جوائزه، لا يذهب العرف بين الله والناس. قال عطاء: وأمر بالمعروف، أعظم المعروفات أعرف، أعظم المعروف أو أعرف المعروف هو لا إله إلا الله. وكان أمر بها، وقال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. قال: وأعرض عن الجاهلين كأبي جهل وغيره من هؤلاء الذين يجحدون مع أنهم يعلمون. قال الله تعالى: قال: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ولما نزل هذه الآية قال: يا رب كيف هو الغضب، فنزلت: وإما أنزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فقال البخاري بعد ذلك: حدثنا يحيى وكيع وأتى بالحديث. يحيى هذا نسبه أبو علي بن السكن، ابن السكن بن موسى الحداني، ونسبه غيره في بعض المواضع يحيى بن جعفر البلخي. قال قتادة: هذه الآية أمر الله نبيه بها. قال النحاس: قول ابن الزبير أولى الأقوال في الآية وما بعدها يدل له. قال: وإما أنزغن من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وقال: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. وعبد الله هنا في الحديث أو عبد الله بن عامر بن ورد ابن يوسف بن بريد ابن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري، يعني عنه البخاري هذا التعليق غير هذا التعليق، لعله أخذ عنه مذاكرة. وأكثر مسلم عنه. ورواه أبو نعيم الحافظ من حديث هناد: حدثنا أبو أسامة حماد ابن أسامة. الباب الذي بعده: قال البخاري رحمه الله عليه سورة الأنفال. قال: باب قوله: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول.
صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الأنفال المغانم. قال قتادة رحمه الله: ريحكم الحر، يقال نافلة عطية. نعم. قال أبو خير رحمه الله: حدثني محمد بن عبد الرحيم. نعم. ابن سليمان قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر هشيم بن بشير عن جبير عن سعيد بن جبير أنه قال سعيد بن جبير هو ملخص تلميذ ابن عباس رحمه الله. قال: قلت لابن عباس رضي الله عنهما: سورة الأنفال. قال: نزلت في بدر. الشوك قال: الشوكة الحد. قال: مردفين فوجا بعد فوج، ردفني وأردفني جاء بعد. قال: ذوقوا باشروا وجربوا، وليس هذا من ذوق الفم. قال: فيركمه يجمعه. قال: شرد فرق. قال: وإن جنحوا طلبوا. قال: يثخن يغلب. وقال قال: يثخن يغلب. وقال مجاهد رحمه الله: مكاء إدخال أصابعهم في أفواههم، وتصدية الصفير. قال: ليثبتوك ليحبسوك. جزاكم الله خير. سورة الأنفال مدنية. قال ابن عباس: إلا سبع آيات من قول وإذ يمكر بك الذين كفروا، إلى آخر سبع آيات. وغير أن شر الدواب عند الله ثم البكم الذين لا يعقلون، إلى آخر الآيتين. وما كان الله ليعذبهم أنت فيهم. ونزلت سورة الأنفال بعد البقرة وقبل آل عمران. أما آل عمران فنزلت بعد صاد وقبل سورة الجن، في قوله تعالى: يسألونك عن الأنفال. وهذه فيها أدلة أن الله الذي تكفل بالفتوى في مسألة الأنفال ولم يجعل توزيع الأنفال إليهم. في قوله قال ابن عباس: هذا معلق. قال الناس: الأنفال المغانم. هذا أسنده أبو محمد بن أبي حاتم من حديث علي عنه. والأنفال واحدة نفل، هو الزيادة. وهذا قال بعده: يقال نافلة. ونافلة هبة عطية، وإنما زاد الله جل في علا لهذه الأمة في الحلال، لأنه كان محرما على من قبلنا في المغانم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحلت لي الغنائم ولم تكن على الحل لأحد قبلي. كانت نار تنزل من السماء تأكل هذه الغنيمة إلا إذا كان فيهم الغلول. وفي قوله تعالى: ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، يعني زيادة له. وقال قتادة في قوله: وتذهب ريحكم، يعني لا مع النزاع. قال وتذهب ريحكم، يعني حربكم. وهذا أسند عبد الرزاق في مصنفه عن معمر عنه. والشوكة والحد. ثم أسند عن سعيد بن جبير في الحديث المعروف: قلت لابن عباس رضي الله عنهما: سورة الأنفال. قال: نزلت في بدر. وهذا هو أحد الأقوال. قيل كان المسلمون ثلاث فرق: فرقة تقاتل العدو، فرقة أحدقت برسول الله صلى الله عليه وسلم لأن ينال منه ما يكره، وفرقة أخذت في جمع الغنائم. فلما برد القتال تنزعوا في الأنفال، فنزلت أن الحكم فيها لله والرسول، فاختبروا بذلك أو اختبر الله بذلك طاعتهم، فرضوا وسلموا. ثم بين حكم ذلك فقالوا: اعلموا أنما غنمتم شيئا فأن الله خمسه والرسول وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. نعم. وأيضا قيل أنها نزلت في أبي اليسر، وقيل أنها منسوخة بهذه. ونقل الحسن عن أكثر، أما مكي فنقل عن أكثر أنها محكمة، وصح أنها محكمة. وقلنا كلما دارت الآية على النسخ والإحكام فلا بد أن تقول بأنها محكمة. مردفين فوجا بعد فوج، فالإرداف ما جاء رديفه يعني خلفه. ذوقوا باشروه فاركمه يجمعه. وهذا أسنده أيضا ابن أبي حاتم المزي. فشرد بهم من خلفهم، يعني فرق بهم من خلفهم. هذا قاله ابن مسعود كما حكاه الزجاج. وان جنحوا للسلم، يعني طلبوا السلم فاجنح له. شوف يعني اهل الاسلام ما جاءوا لسفك الدماء ولا للقتل، ولكن جاءوا للاصلاح، وارادوا ان ينتشر او تحقيق قدرة الكون في الناس جميعا. يسخن في الارض، يعني يغلب. وهذا سند ابو محمد بن ابي حاتم من حديث الضحاك عن ابن عباس: حتى يسخن في الارض، حتى يظهر في الارض، لانه يريد دعوه ويريد نشر دعوه ويريد تقليم اظافر من يخالف. والذين يخالفون يناوؤون بضراوه، فلا بد ان يعلم انهم من يناوؤه على اقصى قوه. وقال مجاهد: مكاء ادخل اصابعهم في افواههم وتصدية الصفير. هذا سند ابن ابي حاتم من حديث ابن ابي نجيح بزياده. كانوا يخلطون ذلك بذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاتهم، وهو عكس قول المفسرين واهل اللغه، لانهم قالوا ان المكاء التصوير والتصدية التصفيق. وكذا قال ابن حاتم انه المعروف في اللغه والمروي عن عمر وغيره من العلماء. وقال مقاتل: كان اذا صلى في الكعبه قام رجلان من المشركين من بني عبد الدار
عن يميني فيصفراني كما يصفر المكاء وهو طائر، هذا اسمه. ورجلان عن يساري يصفقاني بأيديهما ليخلطا عليه صلاة وقراءة. فقاتل الله الأربعة ببدر ولهم يقول ولبقيتهم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. والعذاب هنا المقصود به القتل من أولياء الرحمن. قول ليثبتوك أي ليحبسوك، وهذا ذكر ابن أبي حاتم مسندا من حديث ابن جريج عن عطاء بن كثير. وقال المقاد اجتمع بدار الندوة من قريش يوم السبت ليمكروا به، فأتاهم إبليس في صورة شيخ نجدي، فكلما ذكر شيئا قال ليس بالرأس، حتى قال أبو جهل أرى أن تأخذوا من كل بطن من بطون قريش رجلا فيضربونه بأسيافهم جميعا فلا يدري قومه من يأخذون. فقال إبليس هذا هو الرأي، فتفرقوا على ذلك. فجاء جبريل فأخبره بمكرهم وأمره أن يخرج تلك الليلة، فخرج إلى الغار ثم هاجر وأصبح علي على فراشه، بل هو لما خرج بمعجزة عظيمة جدا لتثبيت أهل الإيمان وأيضا كفران أهل الزيغ والعناد والعصيان. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ومعه التراب فجعله على رؤوسهم، ثم قال وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشناهم فهم لا يبصرون. ومر النبي بأمان وبهدوء وأنقذه الله من أيديهم حتى ذهب إلى الغار. وقوله ليثبتوك أي يحبسوك في بيت أبي مختلف أو يقتلوك، وهذا كان قول أبي جهل عندما قال نأتي بالشباب الستة، أو يخرجوك من مكة وهو علي هشام بن عمرو. وقال ابن عباس فيما حكاه في الكشاف ليقيدوك، وكانوا يريدون إيقاف الدعوة بكل ما أوتوا من قوة، واجتمع صناديدهم على إيقاف الدعوة. والله جل في علاه من وراء كل شيء محيط، والله جل في علاه على كل شيء قدير. وإذا أراد الله شيئا هيا له أسبابه، وهو القاهر فوق عباده، ويرسل عليكم حفظة، وهو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. هذه قدرة الله. تفضل شيخ. خلق الله باب ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. الله يستر عليهم. قال حدثنا ورقاء عن ابن ابي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. نعم. قالهم نحو بني عبد الدار. اقول اخوتي الكرام، قول الله تعالى نشر الدواب عند الله، الدواب كل ما يدب على الأرض، نشر الدواب من الجن والإنس المقصود بهم، نشر الدواب عند الله سم البكم الذين لا يعقلون. هو قال سم البكم قال لا يعقلون، هذه فيها دلالة أنهم يسمعون لا يفقهون، وأنهم يرون ولا يؤمنون، وأنهم يعلمون ولا يعقلون، وأنهم يعلمون ولا يعقلون. والعلم هنا المقصود به إقامة الحجة عليهم. وفي الحديث عن ابن عباس ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، قالهم نفر من بني عبد الدار. وابن ابي نجيح ابوه عبد الله عن مجاهد انهم نفر من بني عبد الدار، وهو من افراد البخاري هذا الحديث. قال ابن اسحاق هم المنافقون، وهي تشتمل على كل من في معناه. والصم الذين تصاموا عن الهدى واسلم يسمعوا، والبكم الذي الخرس الذين يسمعوا الهدى فيتكلمون به. الحقيقه نقول قد سمعوا وقد علموا ولكنهم لا يعقلون وأيضا لا يجيبون. ولذلك قال تعالى ما أنت مسمع من في قال وما أنت بمسمع من في القبور، إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. الفوائد المستنبطة إن شر الدواب عند الله الشعلاء الذين لا يعقلون وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. تولى الله جل شعلاء توزيع أن الغنائم حتى لا يقع الاختلاف بين المؤمنين. من الفضل أخذ العفو والأمر بالعفو لا يفتعد. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ضنينا به فظنك بالوقت عين الكرم.
وكن حلس درسك وافرح به، تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن، فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم. رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا، فإن الهموم بقدر الهمم.